مصر لان قطاع مصر فيه المفروض ان مرن في بنوك هي الاكبر في المنطقه من حيث حجم الاصول من حيث حجم الودائع. هل ما زلنا نحن نملك هذه الميزه التنافسيه في الامارات بشكل عام؟ الجزء التنافسي اللي نحن نتميز فيه هو ان قطاعنا المصرفي صحيح من القطاعات المتطوره، لكن عشان يكون عندك تنافسيه لابد ان يكون عندك كذلك سياسه ماليه او سياسه نقديه. ارتباطنا نحن اليوم بالدولار طبعا ما نعطيك هذه المرونه المطلوبه. فلما يكون في انخفاض مثلا او كساد في امريكا تنخفض الانترست ريت هناك فنحن نتبعهم. فاذا كان فيها نمو ونحن لازم نمشي وياهم فكلفه الاقراض تكون مختلفه. حتى ما ان نستطيع ان يكون عندنا سياسه نقديه مختلفه تتناسب مع اللي حاصل على الارض ما بتكون عندنا المرونه المطلوبه. هذا على المدى البعيد، بس انا اتكلم على المدى القصير والمتوسط. يعني مثلا الكل يعرف ان كان في تدخل من جانب الحكومه لتعزيز السيوله في القطاع المصرفي، الكل يعرف ان وضع المصارف عندنا مش بهذا في السوق، بس بعد القطاع المصرفي تقريبا منجمد. هل رجعت مثلا مساله تمويل الشركات مثل ما كانت؟ لا. هل رجع تمويل الافراد مثل ما كان؟ ايضا لا. ليش هذا الجمود ما زال عندنا؟ طبعا هذا مرتبط بوجود السيوله. نحن وضع السيوله عندنا مش سيء، المفروض الحكومه تدخلت وضخت سيوله والمفروض الامور تمام. صحيح في جزء منها ما السيوله اللي ضخت ليست كافيه للعجز الموجود. لو لاحظت اليوم الفرق يعني بين الودائع، لو لاحظت حتى الان لا زلنا نحن في القطاع البنكي نسبه القروض الى الودائع لا زالت عالية، في فجوة في حدود ال 110. المفروض هذه النسبة تنزل دون ال 100. فمعناته ما يكون في تساهل المفروض من البنك المركزي؟ يعني انت حاط على الناس هذه الشروط، وهذه الشروط على اساس انت تتكيف مع هذه الشروط راح تصير في عطلة في السوق. لا شك، وهذا جزء من ما يعانيه اليوم السوق، ان اليوم ما في اي تمويلات ولا اقراض بشكل مطلوب. الجزئية هذه حلها واحد، ما في لها اثنين، يعني هي ان يكون في سيولة اكبر. وطبعا السيولة هذه ما بالضرورة انه والله الحكومة اللي تضخ. نحن اليوم من احد الاشياء الاساسية اللي كانت ممكن تدعم موقفنا بشكل كبير وجود اللي هو الجرانتي للودائع. لو هذا الضمان كان موجود وبشكل سريع من اول الازمة لا سالت الينا يعني سيوله اكبر من الوضع الحالي. لان لما تكون انت تعطي جارانتي او ضمان للودائع وخاصه بوجود نسبه ربح عاليه موجوده في مستوانا هني، هذا راح ياتي بكثير من الودائع للبلد وراح يعادل العمليه. لكن تاخر القرار صدور القانون حتى هذه اللحظه هو يمكن واحد من احد الاسباب اللي اثرت علينا. هل سيؤثر هذا على تنافسيتنا على المدى القصير؟ بدون ادنى شك. انت اليوم اي عمل تجاري ما ممكن تموله ذاتيا 100%، لابد ان تموله جزئيا من خلال البنوك. ولذلك التمويل جزء مهم جدا في اي عمل يعني تجاري. انا دائما احب اسال هذه الاسئله للمتخصصين لان